السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشهد ولي العهد وأبونا محمد بن سلمان وأمير منطقة الشرقية سعود بن نايف أنه ينظر في وضعنا هذا مقام إيفنت في الشبيلي بحي الحمراء بالخبر، سبب لنا إزعاج يا السكان من موسيقى عالية وأجراس كنائس واختلاط شباب وبنات، شيء ما يرضاه المسلم في دينه، شيء ما يرضاه المسلم في دينه ولا في أرضه. هذه أرض الحرمين الطاهرة، ما حد يستوعب إن هذه في السعودية. يا ولينا إنك تشوف هالموضوع وتوقف هالمسخرة هذه، شباب وبنات ومواقف سيارات ما عاد نقدر حتى نطلع من بيتنا، وتجمعات، ولما يسكر الإيفنت يجتمعون شباب وبنات، وبعد ما يخلص الإيفنت يسكرونه ويقيمون حفلة عشاء وحفلة رقص وغنى داخل بين الشباب والبنات الإيفنت إلين تطلع الشمس. ما احترموا ان هذا المكان خصص للسكن وللراحة، مو بمهر راح ينشر هالمقطع لين يوصل الولي العهد بإذن الله، واللي بيسكت شيطان أخرس، وإنا الله وإنا إليه راجعون. إذا منتوا براضين على بناتكم في المستقبل يتدمرون ولا عيالكم، فأنقذوا الوضع من الحين لا يتدهور بعدين.